للمرة الأولى منذ 26 عاماً تلقت جماعة الإخوان هزيمة ساحقة بالأردن خلال انتخابات نقابة المهندسين أكثر النقابات حضوراً وتأثيراً في الأردن، خسارة بعد فوز لأكثر من ربع قرن مضى. قائمة نمو التي تضم مستقلين فازت وأزاحت قيادات الإخوان. انتخابات نقابة المهندسين بالأردن تعد مؤشراً هاماً على الثقل السياسي، وهو ما استغلته جماعة الإخوان لطيلة سنوات لتزييف حجمهم في النقابات الأخرى، مستغلين هيمنتهم على النقابة، الأمر الذي أدى لخسارات مالية واستثمارية هائلة، وجعل أبناء النقابة يتحررون من وهم قيادة الإخوان ليبحثوا عن قوائم أكثر مهنية. الانتخابات أبرزت الانقسام الذي يعاني منه الإخوان واعتمادهم على قدرة التنظيمية وليس حجمهم الواقعي بين الناس. النتائج كشفت أن تنظيم الإخوان يسعى لجر منافسيه سياسيا للرد على التشهير، وأنه غير قادر على تقديم بديل حقيقي لحل المشاكل في النقابة أو البرلمان.